يا عربي، التطبيق الأول من نوعه على أبل ستور الذي جمع العالم العربي بدوله كلها في تطبيق واحد. يهدف هذا التطبيق ببساطته ومحتوياته الغنية إلى تعزيز علاقة العرب بدولهم وتزويدهم بأهم المعلومات عن أوطانهم، كما وأنه يطمح بإنشاء خانة يتواصل من خلالها أكبر قدر من المواطنين العرب بمختلف جنسياتهم. إذا ألقينا نظرة على الصفحة الرئيسية ليا عربي، سنجد ببساطة قائمة تعرض أعلام الدول العربية كلها. عند اختيار أحد هذه الأعلام سيأخذنا التطبيق إلى صفحة أخرى يلعب فيها النشيد الوطني للبلد الذي تم اختياره، في حين يمكن للمستخدم قراءة أهم المعلومات عن هذه الدولة. وعند الانتقال إلى خانة Arabic Info سيعرض أمامنا أهم المعلومات عن الوطن العربي، والتي يجب على كل مواطن عربي أن يكون على اطلاع ومعرفة بهذه المعلومات. ثم وبالانتقال إلى الخانة الأخيرة، قسم التواصل الاجتماعي لمستخدمي هذا التطبيق، والذي يعتبر الهدف الأساسي لإنشاء يا عربي، بحيث يعزز فرص التعارف بين مختلف الجنسيات العربية. كخطوة عربية جميلة، نتمنى لكم الاستمتاع والاستفادة من تطبيق يا عربي.